المطرف، ومن بغداد علي عادل من برنامج كلنا مواطنون منسق مجموعة بغداد. أرحب بكما معنا. في البداية أبدأ معك سيد علي عادل من بغداد، كيف يمكن في رأيك وقف تمدد حريق الطائفية الذي يكاد يلتهم العراق وسوريا واليمن أيضا؟ بالبداية أرحب بحضرتك ومشاهدي قناة الحرة. قبل لا أتكلم عن المقترحات للحد من العنف، لازم يعني نعرف أنه الأسباب اللي تدفع للطائفية والعنف، طبعا عدة أسباب. وجهة نظري أنه أهمها هو قلة الوعي، عدم إدراك مفاهيم الدين صحيحة، عدم معرفة تقاليد الآخر، الفهم الخاطئ، الانغلاق الثقافي. هذا السبب الأساسي. هناك أسباب ثانية مثلا اقتصادية قد تكون تدفع بالبعض بسبب الظروف المعيشية الصعبة إلى حمل السلاح، إلى القتال، إلى وجود فراغ في حياة التطرف بسبب يعني مثلا عدم وجود فرصة عمل. أسباب أخرى هي مثلا سياسية. احنا نعرف بالعراق يعني مع الأسف عندنا موجود موضوع المحاصصة والتمييز. هذا دائما يولد يعني السياسيين، جزء من السياسيين يحاولون يجمعون يعني اكبر عدد ممكن من الاصوات حتى يحشدون من هذه الاصوات كشعبيه لهم، سواء في الانتخابات او غير الانتخابات. اسباب ثقافيه مثلا عدم وجود مراكز ثقافيه، مراكز رياضيه الى اخره، هاي كلها تخلي فراغ عند الشباب. الاعلام للاسف له دور سلبي، وليس كل وسائل الاعلام، جزء كبير من وسائل الاعلام في 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 العراق واللي هو اغلبها مملوك من السياسيين. نعم. طيب علي، من واقع معايشتك لأزمات العراق، هل هذا التناحر هو ما يريده الناس، أو ليس هناك ثم يعني طوق إنقاذ ما لهذا المصير؟ هو التناحر للأسف يعني ما كان منتشر سابقا قبل سقوط نظام صدام، يعني اجتماعيا يعني، لكن بعدها للأسف بسبب الأنظمة السياسية أو الكتل السياسية اللي جت على أساس المحاصصة، هي اللي دفعت، هي اللي ولدت هذا الفكر الطائفي عند المجتمع. للأسف المجتمع جزء كبير من عنده تقبل هذه الأفكار. هو ليس للأسف ليس موجود من زمان، وإنما يعني من سنوات وليس من قديم زمان في العراق.